2020 لنادي المريخ. محمد مصطفى حارس المرمى، هدف ملغي ليوالا، لكن كان واضح الدفع من يوالا لمصطفى كرشوب. حكم اللقاء ادى فاول وادى الخطا. مره ثانيه استلم على طول بين رمضان عجب. المريخ يحافظ على حظوظه في مباراه اليوم في هذه المجموعه، في انتصار بعد الموقف الصعب، اول فوز ليه في هذه المجموعه، اختبار صعب والفوز هيضع وصيف في هذه المجموعه. المريخ نكون او لا نكون، لا بديل عن الفوز لانعاش الامل، والفوز يعني بيرفعه كمان ايه للمركز الثاني في هذه المجموعه في انتظار مباراه الغد ما بين نادي الترجي والزمالك المصري في هذه المجموعه. المريخ يحافظ على حظوظه في مباراه اليوم في هذه المجموعه، في انتصار بعد الموقف الصعب، اول فوز ليه في هذه المجموعه، اختبار صعب والفوز هيضع وصيف في هذه المجموعه. المريخ نكون او لا نكون، لا بديل عن الفوز لانعاش الامل، والفوز يعني بيرفعه كمان ايه للمركز الثاني في هذه المجموعه في انتظار مباراه الغد ما بين نادي الترجي والزمالك المصري في هذه المجموعه. سفيان بوشار، هزيمة هتكون تانية لشباب بلوزدوك، هزيمة تانية لشباب بلوزدوك. لعب 6 لقاءات أمام الأندية السودانية، لقاءين سابقين تبادل الفوز إلا شيء وخسروا 0-3. كان المريخ في اللقاء الثاني أمام شباب بلوزدوك، واللقاءين أمام فريق نادي أمل عبارة 0-1 و0-2 فاز، ومع الهلال كان في دور الأبطال في 1-1 وكان تعادل سلبي 0-0 في 2020-2021. مرة ثانية استلام، المرة دي تحرك من براين، ما ظهرش النهاردة براين، كان من نجوم مباراة الزمالك براين. مازن محمدين حرك صعب الهدف، هدف الوحيد باولو دي سوزا، بنلعب في الدقيقة الثالثة من وقت بطل الضائع. المريخ هل يعزز بهدف ثاني مرور، ولكن هنا حكم اللقاء مصطفى كرشوم من نجوم المباراة. حقيقة المريخ على مستوى الأداء الجماعي يتفوق، على مستوى التنظيم أيضا يتفوق، وتبديل قادم، هيطلع اللاعب باولو دي سوزا صاحب الهدف وينزل مكانه اللاعب إيريك كامبالي، إيريك كامبالي الأوغندي اللي سجل في أرتا سولير وسجل في مرمى أهلي طرابلس أمامنا هنا، كان لعب مرتين أساسي أمامنا. وادي أمامنا هو كامبالي مكان باولو دي سوزا، وهيطلع كمان أنجولو. وجدي عوض امامنا يدخل كبديل، وجدي عوض، وجدي عوض يدخل بديل، كان يعني وجدي عوض مكان ابراهيم. تبديلين بقى لتضييع للوقت، اريك كامبالي مش هيلحق، جاي من اكسبريس الفريق الاوغندي، والنهارده يعني هو يطلع على مهله براين. ادي براين الكولومبي، براين الكولومبي يدخل مكانه وجدي عوض، وجدي عوض مكان الكولومبي. خد انذار، خد انذار دون داعي، انذار دون داعي للاعب امامنا هو براين. براين ادي براين يتلقى انذار، لكن مش من المهددين محمد مصطفى، وقلنا كرشوم، وفي الجانب الاخر كان مهدد شعيب قداد، وخد انذار تاني ويجيب على مباراه العوده يوم 7 مارس. ودي كره حلوه من مازن محمدين، كره مازن محمدين، ولكن رائع رائع جندوس، فاول من مازن محمدين. شوف بقى المريخ بيلعب للحظات الاخيره، مريخ بروح باصرار برغبه في الفوز بانتصار مستحق في هذه المباراه، ومع اللحظات الاخيره مقطوعه كره وجدي على طول، كره اماميه شباب بلوزداد غابت عنه الفعالية الهجومية، كرة أمامية لكن فين؟ ما الحقاش بقى اللاعب كمبالي، ما الحقاش كمبالي، كرة حلوة قوي بتاعت مازن محمد. شوفوا الشوط الثاني اللي الحقيقة أكتر من كورة الحقيقة من جانب نادي المريخ، يلعب بتوازن ولعب على المرتدات واستغل المساحات. الدقيقة 5 لحظات تفصل فريق المريخ عن أول انتصار، وثلاث نقاط تضعه في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في حين يتراجع شباب بلوزداد الى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، والصداره للترجي برصيد 6 نقاط، والزمالك في المركز الاخير بنقطه وحيده من تعادله امام المريخ، ولكن عنده لقاء الغد
ومواجهة ما بين فيريرا البرتغالي ونبيل معلول طبعا لدرجة الترجي ويعلن حكم اللقاء الحكم